تعليقا على مقتل 6 من موظفي أونروا، الأمم المتحدة تقول إن التدخلات الإسرائيلية بغزة غير مسبوقة. مصادر الحدث تكشف أن جلسة استجواب حاكم مصر في لبنان المركزي السابق ستكون مخصصة للاستماع للشهود. بعد ارتفاع الوفيات 71% تحديدا، أطباء بلا حدود تحذر من أن الكوليرا خرجت عن السيطرة في السودان. أهلا بكم من جديد. ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمقتل 6 من موظفي الأونروا بغارات إسرائيلية على مدرسة في قطاع غزة. وقال غوتيريش إن التدخلات العسكرية الإسرائيلية في غزة لم يسبق لها مثيل في عهده كأمين عام للأمم المتحدة. شهدنا سلسلة من التدخلات العسكرية الإسرائيلية في غزة بمستوى الموت والدمار لم يسبق لها مثيل في عهدي كأمين عام للأمم المتحدة، وانتهاكات مأساوية للقانون العسكري الدولي، وبغياب تام لحماية المدنيين. حماس أيضا ارتكبت العديد من الانتهاكات للقانون الدولي، وهناك قضية الرهائن مروعة للغاية، ولكن من الواضح ما يحدث في غزة غير مقبول على الإطلاق. كان الدفاع المدني في قطاع غزة أعلن مقتل 18 شخصا على الأقل في غارة جوية إسرائيلية على مدرسة الجاعوني في النصيرات، والتي تأوي نازحين تحديدا، فيما قال الجيش الإسرائيلي أنه استهدف مسلحين كانوا هناك. قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي عصر هذا اليوم مدرسة الجاعوني في منطقة الوسطى في مخيم النصيرات. هذه المدرسة تقصف للمرة الخامسة منذ بداية الحرب حتى اللحظة. 5000 عنصر أو 5000 نازح يتواجد في هذه المدرسة، نتيجة أن الاحتلال الإسرائيلي دمر منازل المواطنين في المناطق الشرقية من الوسطى ومن خان يونس أيضا، وبالتالي لجأ المواطنون إلى التواجد في هذا المكان. قصفتهم القوات الإسرائيلية وأوقعت هذا العدد من الشهداء ومن الجرحى. طواقم الدفاع المدني والطواقم الطبية عملت على انتشال ما يمكن انتشاله من الشهداء ومن الجرحى. وللأسف الشديد الاحتلال الإسرائيلي دائما ما يقصف دون سابق انذار، ويقصف في المناطق التي دائما ما يتحدث عنها أنها مناطق إنسانية. قال مصدر مصري رفيع إن مباحثات الدوحة مع وفد حماس اتسمت بالجدية، معتبرا أنها بادرة أمل. قبل ذلك أعلنت حركة حماس أن وفدها المفاوض التقى برئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل في الدوحة. وأكدت الحركة استعدادها للتنفيذ الفوري لاتفاق وقف إطلاق النار على أساس إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن وما تم التوافق عليه سابقا، من دون وضع أي مطالب جديدة ورفضها في الوقت ذاته لأي شروط مستجدة على ذلك الاتفاق من قبل أي طرف. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه مصر، وإنه وذلك من المهم تحديدا بالنسبة لإسرائيل، أن تبقى الحدود مع الأردن حدود أمن وسلام. وخلال كلمة له من الحدود مع الأردن، أضاف نتنياهو أن إسرائيل ستعمل على إقامة عائق قوي على الحدود مع الأردن
لمنع التهريب. אנחנו שולחים תנחומים מעומק הלב למשפחות שלהם. نحن في صراع متعدد الساحات، نعلم أيضا أننا بحاجة إلى تأمين حدودنا الشرقية مع الأردن، حدود السلام، ونحن نتعاون مع الأردن لضمان أن تظل كذلك. لكن التحديات تتزايد في الآونة الأخيرة. هناك محاولة لتهريب المقاتلين والأسلحة عبر نهر الأردن إلى إسرائيل، ونحن نعمل هنا بالتعاون مع جميع الأطراف لمنع ذلك. في الضفة الغربية، حث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن نظيره الإسرائيلي يوف جالانت على إعادة النظر في قواعد الاشتباك التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي في العمليات العسكرية بالضفة الغربية. كما عبر أوستن عن قلقه بشأن مسؤولية الجيش الإسرائيلي عما وصفه الوزير الأمريكي بالموت غير المبرر لناشطة أمريكية في الضفة الغربية. ومساء الأربعاء قتل 3 شبان فلسطينيين في غارة إسرائيلية نفذتها مسيرة مستهدفة سيارتهم، ذلك في مدينة طول كرم شمال الضفة الغربية. قصفوا سيارة. ابعد استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية على طريق البياضة قضاء صور جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط قتيلين. وكان الجيش الإسرائيلي استهدف أيضا بلدة الظهيرة الحدودية بالقذائف الفسفورية الحارقة التي تسببت بحرق مساحات واسعة من الأراضي الزراعية. وأيضا طال القصف المدفعي والفسفوري بلدة الخيام قضاء مرجعيون، فيما قصفت دبابة إسرائيلية متمركزة في موقع السماقة في تلال كفرشوبة، قصفت منزلا في البلدة الواقعة بقضاء حصبية. على وقع التوترات على الحدود، يزور الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل يزور لبنان اليوم في زيارة تدوم يومين، يلتقي خلالها رئيس مجلس الوزراء وتحديدا رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة المؤقتة نجيب ميقاتي وقائد الجيش جوزيف عون.
كما سيلتقي بوزير الخارجية اللبناني. أفادت مصادر الحدث بأن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي لن يحضر جلسة الاستجواب اليوم أمام القاضي قاضي التحقيق الأول في بيروت. لفتت المصادر إلى أن جلسة الاستجواب مخصصة للاستماع إلى عدد من الشهود بينهم موظفون في مصرف لبنان والمحامي مايك تويني الذي ورد اسمه في قضية حساب الاستشارات. وفي ليبيا أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم إحراز تقدم بشأن المبادئ العامة الناظمة للمرحلة المؤقتة التي ستسبق تعيين محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي. أوضحت البعثة أن المشاورات ستكتمل اليوم للتوصل إلى صيغة اتفاق نهائية ولضم الاجتماع أيضا ذلك التفصيل، وهو ما سيكون من الحضور في تلك الاجتماعات البعثة من ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي. وتفاقمت المواجهة الشهر الماضي عندما تحركت فصائل ليبيا في الغرب للإطاحة بمحافظ البنك المركزي الصديق الكبير، ما دفع بفصائل الشرق إلى إعلان وقف إنتاج النفط. مدد مجلس الأمن الدولي لمدة عام حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور السوداني. يشمل القرار حظر الأسلحة وعقوبات فردية كتجميد الأصول وحظر السفر والتي تطال حاليا 3 أشخاص فقط. وعلق نائب السفيرة الأمريكية في مجلس الأمن روبرت وود قائلا إن سكان دارفور لا يزالون يعيشون في خطر، مضيفا أنه رغم عدم شمول العقوبات البلاد بأكملها إلا أن تشديدها سيقيد حركة الأسلحة نحو دارفور ويساعد على إعادة السودان إلى طريق الاستقرار والأمن. من جهتها تخشى الأمم المتحدة والعاملون في المجال الإنساني يتدهور الوضع الحالي إلى نزاع عرقي جديد. دعا مسؤول في منظمة Human Rights Watch إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان. وصوتت الصين وروسيا لصالح التمديد بعدما تم الامتناع عن التصويت للتمديد في مارس 2023. من جانبه رأى السفير السوداني لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس أن استمرار الحظر سيؤدي إلى خلل في توازن القوى في دارفور، داعيا إلى رفع العقوبات الأممية عن بلاده. وفي مقابلة مع الحدث قال المبعوث الأمريكي للسودان إن هناك حاجة ملحة لرؤية إرادة سياسية أكبر من طرفي الصراع لإنهاء الحرب. We really do need to see greater political will. نحن بحاجة لرؤية إرادة سياسية أكبر من قوات الدعم السريع وكذلك الجيش السوداني لإنهاء هذه الحرب. أصبنا بخيبة أمل كبيرة عندما اختار الجيش السوداني عدم إرسال وفد يمثله في مفاوضة جنيف. تمكنا من التواصل معهم عبر الاجتماعات الافتراضية بدعم من مصر والسعودية، وذلك لنتمكن من تحقيق تقدم في فتح المعابر الإنسانية. لمسنا رغبة كبيرة لدى السودانيين ليروا قادتهم يجلسون على طاولة المفاوضات، لكنهم أصيبوا كذلك بخيبة أمل كبيرة لأنهم لم يروا أي تقدم على هذا الصعيد. نحن ندرك أن هناك بعض الأطراف السياسية التي تضغط على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وهنا أعني مسؤولي النظام السابق والمتشددين الذين يرون في استمرار الحرب مفتاحا لفتح باب خلفي للسلطة. أصبح تفشي الكوليرا في السودان أكثر إثارة للقلق لا سيما للمنظمات الدولية المعنية، فقد ارتفعت الوفيات بالبلاد وفق الصحة العالمية بسبب الكوليرا ارتفعت 71%، بينما ارتفعت حالات الإصابة بالمرض بنسبة 13% ذلك عام 2023 مقارنة بذلك العام. بالنظر إلى الوضع الحالي للكوليرا لا يمكننا القول إن الوضع تحت السيطرة، لا يزال لدينا الكثير من التحديات، يصل إلينا العديد من المرضى من كل مكان، وحاليا في مركز علاج الكوليرا لدينا أكثر من 260 مريضا وما زلنا نستقبل العديد من الحالات. مع استمرار غلق ميليشيات الحوثي للطرق الرئيسية إلى تعز، باتت الطرق الفرعية البديلة تمثل تهديدا كبيرا على حياة المسافرين اليمنيين.
كانت في طريقها إلى مصر لإنقاذ طفلها هذا من الموت، لكن حادثا في الطريق غير وجهتها إلى اللحد قبل أن تكمل المشوار. انقلاب مأساوي لحافلة تقلها في منعطف خطير يودي بحياتها مع 15 آخرين. تبدلت الوجهة إذن بحادث مؤلم وقع في إحدى الطرق الوعرة البديلة جنوبي محافظة تعز. قالوا لي شنو أمي ماتة، فقلت أمي ماتة. ما قدرش أقابله، صدري كان يوجعني مرة، ما قدرت أشوفه ليه. قال بعد حميه في المريض 18 اشتدي لي الكلى ما وصلش. قال اش دخلت عمل له استبعاد الكليه حقي، واحنا ما احنا استزرع له كليه وقدر الله طلبه السياره، طلبه بالسياره باقي الولد والام مات عليه. ليس ثمة أقصى من رحيل مفاجئ كهذا، فالدموع وإن اشتدت غزارتها لا تجدي. إنه الموت يترصد حياة عشرات المسافرين على طريقي الكرب والأقروض جنوبي المحافظة، إذ تشير إحصائيات إلى وفاة وإصابة أكثر من 150 شخصا بحوادث مرورية خلال هذا العام في تلك الطرقات. بسبب الطرقات ضيق الطريق، تعب الطريق، لو كانت الخطوط مفتوحة كان بيصل إن شاء الله بالسلامة. كنا نمشي على الحوبان عدن، طريق سهل ومريح، والآن حول إحنا إغلاق طريق الحوبان حول إحنا على مصيبة على هذا الطريق الصعيب الذي سبب الحوادث هذه والموت للناس. على الثلاثة منافذ للمدينة غربا وشمالا وشرقا تقتلهم الميليشيات بحصارها قنصا، وعلى هذه الطرق جنوبا تقتلهم حوادث السير، إذ وصل عدد الحوادث إلى أكثر من 400 حادث خلال العام المنصرم. وهنا تكمن أهمية فتح باقي الطرق الرئيسية المؤدية إلى تعز، وفقا لتصريحات مسؤول من مكتب المبعوث الأممي يزور تعز حاليا لبحث إنهاء حصار تعز وآلية تأمين فتح كافة الطرق لتخفيف معاناة السكان وحمايتهم من مخاطر السفر عبر الطرق البديلة. هكذا إذن أصبحت حياة العشرات من المسافرين أقرب إلى الموت على الطرق الجبلية الوعرة عند المنفذ الجنوبي لتعز، خصوصا بعد إغلاق الميليشيات الحوثية للطرقات والمنافذ الرئيسية للمدينة بالألغام والعبوات الناسفة. هال سعيد، الحدث، تعز. في أول مواجهة رئاسية بينهما التقت كاميلا هاريس ودونالد ترامب في مواجهة متلفزة تبعها عشرات الملايين من الناخبين، لكنها لم تكن حاسمة. نحو 90 دقيقة من الهجوم والدفاع شهدتها المناظرة الأولى بين ترامب وهاريس. المناظرة بدأها المتنافسان بالمصافحة وانتهت بحسب مراقبين لا غالب ولا مغلوب. الاثنان خرجا وكل يعتقد أنه انتصر على الآخر. نعتقد أن اليوم كان يوما جيدا، وكان كذلك بالفعل، ولكن أمامنا 56 يوما وما زلنا الأضعف في هذا السباق. كل ما أفعله هو قول الحقيقة، أقول الحقيقة وأخسر الأصوات أو أكسبها لا يهمني، لكن هذه كانت أفضل مناظرة لي. المناظرة التي تابعها عشرات الملايين من الناخبين شكلت فرصا وكذلك مخاطر لكل مرشح. تم التطرق لقضايا وملفات كبرى سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لكنها لم تكن حاسمة لصالح أحد، على عكس المناظرة التي جمعت ترامب وبايدن والتي عجلت بانسحاب الرئيس الديمقراطي من السباق نحو البيت الأبيض. لذلك شعر الديمقراطيون أن مرشحتهم انتصرت
والجمهوريون يرون أن مرشحهم كان أفضل. حسناً، دعونا نجري مناظرة أخرى، وأعني هذا هو الاستنتاج الواضح من الليلة. كانت كمالا هاريس سريعة، كانت جيدة وثابتة، استمعت إلى إجابات دونالد ترامب واستجابت لها بطرق مدمرة. ذهبت إلى هناك وفعلت بالضبط ما فعله جو بايدن في عام 2020. لقد قالت أشياء للشعب الأمريكي نعلم أنها غير صحيحة. أما بالنسبة للناخبين المترددين فكل من ترامب وهاريس ضمنا أنهما لم يخسرا قواعدهما الانتخابية بحسب مراقبين، فيما أظهرت بعض استطلاعات الرأي تحسناً بفرص هاريس، لكن الواقع يشير إلى سباق متقارب للغاية، ووحدها صناديق الاقتراع ستحدد الفائز. أوروبا من جهتها تترقب الانتخابات الأمريكية. خبراء يرون أن على القارة العجوز أن تستعد لليوم التالي بعد الانتخابات الأمريكية، خصوصا مع تركيز واشنطن المتزايد على منطقة المحيطين الهندي والهادئ في خضم منافستها مع الصين. يصعب بالنسبة لأوروبا عموما وفرنسا خصوصا التنبؤ بنتائج الانتخابات الأمريكية، لكن وفق بعض المراقبين فإن الحاجة إلى الاستعداد في هذه الفترة الحساسة التي تشهد حربين متواصلتين في أوكرانيا وغزة لا جدال فيها. فأوروبا تعلم جيدا أن تغييرات استراتيجية ضخمة تجري في السياسة الأمريكية بغض النظر عن نتائج الانتخابات، وهذا من شأنه أن يغير الاستجابة الاستراتيجية الأوروبية. فوز كاميلا هاريس أفضل لأوروبا من فوز دونالد ترامب، لكن طعم هذا الفوز تغير كثيراً جراء الندبات التي ما تزال تعاني منها أوروبا عندما فاز ترامب مرة ثم خسارته أمام جو بايدن والتي لم تغير الكثير. ففي فرنسا استقبل خبر خسارة ترامب آنذاك بارتياح، لكنه كان مصحوباً بحذر شديد، وهذا الحذر بررت فرنسا أسبابه عندما أفشل بايدن صفقة الغواصات الأسترالية. وسواء فازت هاريس أو ترامب في السباق الحالي، فسيتحتم على أوروبا أن تتعامل مع تحويل واشنطن تركيزها نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ بسبب المنافسة مع الصين، حيث تتوقع أوروبا وفرنسا تزايد المطالب الأمريكية تجاههما. ومن هنا يرى محللون أمنيون أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يزيد أنفاقه على الأمن والدفاع، وهذا يتطلب مزيداً من التعاون بين الأوروبيين الذين يملكون صناعات دفاعية كبيرة مثل فرنسا، وذلك لتجنب تقديم تنازلات كبيرة للرئيس المقبل بغض النظر عن هويته. جلسة مساءلة ساخنة للحكومة البريطانية بعد يوم من إقرار مجلس العموم خفض دعم الوقود الشتوي لملايين المتقاعدين هناك. نتابع. الهموم المالية وملفات اقتصادية شائكة طغت على جلسة المساءلة الأسبوعية في مجلس العموم البريطاني، خاصة مع بدء العد التنازلي لموعد إعلان الموازنة العامة في أكتوبر والمتوقع أن تكون قاسية ضريبياً. الموضوع الأبرز خفض مدفوعات الوقود الشتوي للمتقاعدين الذي أقره البرلمان، وهو ما أثار انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء كير ستارمر، انتهت بمشادة كلامية متبادلة مع زعيم المعارضة ريشي سوناك. ستارمر طالب سوناك بالاعتذار عن الثقب الأسود الذي خلفته حكومته البالغ 22 مليار جنيه. لأننا نتخذ قرارات صعبة فإننا نستطيع أن نلتزم بقاعدة القفل الثلاثي، وهذا يعني أن معاشات التقاعد سوف تزيد بما يفوق أي خسارة في بدلات الشتاء. ولكن أود أن أقول إن التأثير الأكبر على المتقاعدين في السنوات الأخيرة كان عندما فقدوا السيطرة على التضخم، وعندما سمحوا لأسعار الطاقة بالارتفاع إلى عنان السماء، وتعرضنا لأزمة غلاء المعيشة. وفي ظل وجود فجوة كبيرة بالمالية العامة، يترقب النواب ماهية الإجراءات الضريبية التي ستتخذها الحكومة لسدها. ستارمر خلال جلسة مساءلة حكومته صب اللوم كله على أسلافه من حزب المحافظين، وجهز الرأي العام لقرارات صعبة مرتقبة. بهذا نصل بكم إلى ختام جولتنا الأخبارية. في ختامها نشكر لكم محترمة المتابعة وفي أمان الله.